خطوات تصعيدية على الأرض تستهدف الحكومة الشرعية، تم الإعلان عنها على لسان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي. تبدأ عند إعلان حالة الطوارئ ولا تنتهي عند تشكيل حكومة بديلة تابعة للمجلس. الرفض القاطع للانقاذ بجيش النواب لبني في العاصمة عدن وعموم الجنوب، والتأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يتم حفاظا على مستقبلنا السياسي. تحركات الانتقالي الجنوبي جاءت بعد تصاعد الجدل في الشارع الجنوبي حول وجود معسكرات تابعة لطارق صالح وعدد من المقربين من المخلوع الذي قتل قبل ما يقارب شهرين على يد حلفائه الحوثيين. الكلمة التي ألقاها عيدروس الزبيدي أعلنت بشكل واضح استمرار رفضها لتطبيع الأوضاع مع الحكومة الشرعية مقابل تفهمها ودعمها لوجود القوات التابعة للقيادات الشمالية الموالية لأبوظبي، والتي أصبحت أمراً واقعاً على الرغم من ارتكابها جرائم في حق أبناء الجنوب خلال تحالفاتها السابقة مع ميليشيا الحوثي. ما يتعلق بهذا الأمر من مصالح مشتركة تخص التحالف العربي في تحقيق أهدافه العسكرية في الشمال، ومتفهمين أيضاً لدورهم العسكري في الشمال ولضرورة بناء قوات مقاومة شمالية لمحاربة الحوثي في الشمال. منح المجلس الانتقالي الرئيس هادي أسبوعاً لإقالة الحكومة التي أعلنت اليوم عن موازنتها العامة للدولة بعد أقل من يومين على زيارة السفير السعودي إلى العاصمة المؤقتة عدن، والإعلان عن دعم الحكومة الشرعية وتشكيل لجان مشتركة للإشراف على الوضع الاقتصادي وإجراء ترتيبات لعقد اجتماع لمجلس النواب للمصادقة على موازنة الدولة للمرة الأولى منذ 2014. لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المجلس الانتقالي عن اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة، متكئا في تهديداته على دعم القوات الإماراتية وقوات الحزام الأمني التابعة لها، حيث ما زال يرفض حتى اللحظة تسليم المحافظة ودمج القوات التابعة له ضمن القوات الحكومية. يرى مراقبون أن تصعيد الخطاب ضد الحكومة الشرعية يأتي للتغطية على وجود قوات وقيادات عسكرية شمالية ترفض الاعتراف بشرعية الرئيس هادي وتستفيد من الدعم الإماراتي مباشرة يتم تجهيزها لتكون الرديف الشمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي. إلى أين يمكن أن تنتهي سلسلة الأزمات الداخلية في جسد الشرعية والتحالف ولمصلحة من يتم تقويض وتقليم أداء الحكومة الشرعية التي تمثل الغطاء الأخير لتواجد التحالف في اليمن؟ أسئلة توضح بجلاء حجم الانقسام في رؤية شركاء التحالف العربي وعجز الأدوات المحلية في تخطي حالة الاستلاب والبقاء رهن دائرة اللافاعلية السياسية بانتظار حل لن يصل من تلقاء ذاته.